طيب انتو دخلتوا هلا بدينا ريكوردينج، انتو دخلتوا ستريم يارد از ادمن، هلا معناها انت بتقدر تسوي كل شيء، تبدا الستريم، تسكر الستريم، تعمل ستريم، تلغي ستريم، تعمل داونلود للستريم، مختصر انت ادمن. عشان تدخل الادمن لازمك الايميل تبع الريجستريشن اللي هو تبعنا هذا، وكل مره بتدخل فيه بطلب منك كود بنحفظ على الكاش، اذا نظفت الكاش ميموري بطلبه مرة تانية، إذا ما نظفته بتضلك شهر شهرين ثلاثة ما عندك مشكلة. You are logged in. فهو بس أنت ما تنظف الكاش ميموري بطلبه منك أول مرة بنعطيك إياه. طيب أنا بدي أعمل معكم شير سكرين عشان تشوفوا السكرين اللي هاي. الآن هاي سكرين الأساسية اللي بتدخلوا عليها. زي ما أنتوا شايفين فوق ستريم يارد، هاي إذا دخلت عليها برجعك على الصفحة الأساسية تبع ستريم يارد. هون ماي أكاونت، هذه بس شغلات يعني ما بتحتاجها، هاي للإنا يعني للآدمن. المهم هون برودكاست وديستنيشن. ديستنيشن برضو ما بتحتاجها، هذه إذا بدك تضيف مثلا يوتيوب أو فيسبوك أو إشي جديد، هاي عادة إحنا حاطينها بريست فما تلعبوا فيها. البودكاست هاي المهمة بالنسبة لك، زي ما أنتوا شايفين هون في بودكاست جاهزة ناس عاملينها قبلنا، هدول اللي حتطلع في المستقبل. ملاحظين اختلاف بين هاي وهاي، هلا حاحكي لكم عنه. خلينا نعمل بودكاست جديد، نعمل كرييت بودكاست، راح يطلع لي تو اوبشنز. معظم الوقت حتعمل نيو بودكاست، هلا حشرح لكم الثانيه. هاي نيو بودكاست اللي زي ما انتم شايفينها، تضغط عليها راح يطلع لك عده خيارات، تختار كنار تي في لايف، تختار اليوتيوب، وبتختار التويتش. اوكي انا بدي اعمل عن جد برودكاست هلا، بس انا مجهز الصيغه تبعته، اسمها هذا حلقه عن اللحوم الحمراء والبيضاء ايهما افضل. اوكي هلا هون لازم اكل ديسكريبشن، هذا الديسكريبشن انت بتكون مجهزه لحلقتك تقريبا نفس الكلام كل مره، زي ما هون في بيت الداء والدواء هذا الأسبوع نتكلم عن، بتغير الموضوع. تابعونا الثلاثاء الساعة 7 بتوقيت أوتوا، وبتحط هاشتاجات إلها خاص في الحلقة تبعتك، مثلا حاطط دايت، كنار تي في، أمراض، أكل. هلأ هون بعمل سكاجول. سكاجول معناها أنا بحكي له إمتى يسوي الحلقة، بحط صورة، أنا بكون منزل صورة، مثلا هاي الصورة عن اللحوم البيضاء والحمراء ممتازة. إمتى بدي الحلقة؟ تقدر تعمل سكاجول أسبوع في المستقبل. أنا يعني ماكسيم طلعه لو بدي أعملها يوم 28 رح يقول لي ما بتقدر، لازم 7 أيام. فهاي حلقتي أنا بتكون عفواً يوم الثلاثاء، أي الثلاثاء 17 الساعة 7:00. انتبهوا هون AM PM، لازم تسويها PM وخلص. قال لي تمام عملنا كرييتنج برودكاست، واضح؟ هذه بدك تسويها قبل بيوم بيومين مع الضيف عشان تعطي الضيف اللينك. طيب صارت عندنا هلا حلقه جاهزه، انا بدي ابعث لضيفي لينك، بروح على الثلاث نقاط هون، بقدر انفايت ا جيست، هاي بعمل له كوبي زي ما انتم شايفين، بس ضغطت عليها بقدر ابعتها بالايميل، بس انا ببعتها دائما على الواتساب، وراح ابعتها لضيفي بالواتساب. خلينا مدام صرنا مسوينها، انا عملتها دي النقطه دي. اوكي بيرفكت. يا النقطه الثانيه بقدر ابعت له اياها عن طريق الجيميل، بفتح لي جيميل دايركت، بفتح لي جيميل بقول لك هذا، بتقدر تحط ايميله زي ما بدك، يعني عندك طريقتين. اوكي او بتقدر تبعتها على الماسنجر وريب. هلا هون شو الخيارات؟ انا والله غلطت في حرف، بدخل عليها وبعمل ايديت، بصلح عادي فيها زي ما بدي. اوكي وبس اخلص بعمل سيف. بدي اغير الصوره نفس الشيء، بدخل بعمل ايديت تشينج بيكتشر وانتهى الموضوع. مثلا بدي اعمل ديليت للموضوع، هلا هعمل لك ديليت. هون فيو اون فيسبوك وفيو اون يوتيوب، هذا عشان بدك تبعته ل
بدك تبعت لضيفك عشان يحطه على الفيسبوك تبعه، هاي اللينك. اوكي، بدك تبعت له اليوتيوب لينك برضه بيقدر يشوفوا الناس عشان متابعينه يشوفوه على اليوتيوب. اوكي فهذا بس عشان تبعته للضيف، وعلى تويتش نفس الشيء. خلينا نعمل واحد ونلغي نيو برودكاست. بدي اعمل ريكورد اونلي. ملاحظين انتو ريكورد اونلي ما بطلع لايف، اي اسم اوكي خلاص كرييت بدخلني المشكله دايركت على هذا، برجع على البطه برجع. ملاحظين شو اللي طلعت هون اختلفت؟ لانه ما حددت ديستنيشن، ما حددت لها مكان، فهذا معناها بس ريكوردينج زي اللي احنا بنسويه هلا، احنا عم بنسجل بس مش لايف. اوكي بدي الغيها دايركت، بروح هون بقدر اعمل انفايت زي ما عملت انفايت، بقدر اعمل له اديت وبقدر الغيها اي ديليت البودكاست. هلا اذا انا مسجل بودكاست او بدي اعيد واحد، بدي واحد انا مسجله سجلت الظهر وبدي اعيده اوتوماتيك بالليل، او انا عندي الفيديو جاهز على بنزل على الثانيه هاي اللي هو يوز بري ريكوردد برودكاست، شايفينها؟ بقول لي طبعا بحدد الاماكن نفس الشيء نفس الطريقه سيلكت. عندي شغلتين، لما عملت له سيلكت بقول لي يا ابلود، بقدر اروح على كمبيوتري وانزل من الاقدام مثلا اي واحد قصه قريه وبعمل لها اوبن وخلص بحفظ لي بيرفع لي اياها بعمل عداد هون، او بقدر استخدم مثلا هذا فيديو مسجلنا اليوم، بقدر استخدم اي فيديو. طبعا زي ما انتم ملاحظين تقدر ل 14 يوم سابقه، الفيديوهات لمده 14 يوم تنحفظ بس، شايفين؟ تقدر استخدم اي واحد، مثلا هاي الفيديو اغنيه مهمه عملت له تشوز. امتى بدي اياه يطلع لايف؟ بيطلع باليوم كذا مثلا يوم 14 الساعه 10 بالليل، بقدر اغير اي اسم ديسكريبشن سكادول اناونسمنت، هذا امتى بدك يطلع الاعلان عنه. الاعلان عنه مثلا يطلع يوم 13 الساعه 12، احنا هلا الساعه مثلا الساعه 11 بالليل، وبدك تحط صوره، بتقدر تحط صوره مثلا هاي. اوكي وبعمل كاستمايز. اوكي قال لي اوكي خلص، هو اوتوماتيك بشغل الاستوديو، خلص انت اترك الهاي بشغل كل شيء لحاله. اوكي زي ما انتم حاطين طلع له تشيك ان، ما في انتر، لما يلعب لايف بيصير زي هيك بيطلع لك لايف، ما فيش داعي تسوي حاجه، خلص هو اوتوماتيك بيشتغل. واضحه هاي شو اسمه؟ انت مثلا سجلت حلقه الظهر والساعه مثلا 9 بالليل مش فاضي، فبتسجل الحلقه على ريكورد وبتروح بتعملها استوديو عشان تطلع الساعة مثلا 9 بالليل، بس بتكون حلقة مسجلة. أنا بدي ألغي هذا الاستوديو. أوكي ممتاز. هلا هدول تنتين واضحات، هاي اللي فوق باست برودكاست، هاي القديمة اللي هي مثلا تبعت الحلقات، حلقة امبارح الفنانة نسرين مثلا تقدر تعمل لها داونلود. اليوم اخر الحلقه هاي حخليكم تعملوا داونلود فعشان تشوفوا كيف تعملوا تنزيل اللي تعلمناه اليوم. تقدر ترجع تشوفها على الفيسبوك، تقدر تشيلها نهائيا بغض النظر، هاي الشغلات شغلات بسيطه. طيب خلينا ندخل اي استوديو ونشوف شو جوا الاستوديو. خلينا ندخل هذا الاستوديو. اول شيء بطلب منك طبعا بشوف اعتقد بشوف الاوبشن تبعتك والاسم هون، عاده الاسم تكتبه مره واحده وخلص. دخلنا على الاستوديو، خليني اورجيكم شو فيه بالاستوديو. هون فوق في الاعلى الاسم تبع الحلقه، اوكي، وهون في اديت. هلا انا هون لانه انا داخل على حلقه ريكورد، طب خليني اشيل اوكي انا داخل هون على حلقه ريكورد زي ما انتم شايفين بيطلع لي ريكورد. لو داخل على حلقه من الحلقات اللي
لايف زي هاي اللي هي مثلا لقاء مع المرشحة. خلينا ندخل على هاي يمكن أكثر. يس زي ما انتم شايفين هون الاسم، وهون طلع لي التاريخ اللي موجود عليه سكاجول. هون عندي إدت بقدر أغير فيه قبل الحلقة وخلال الحلقة، أوكي. وهون عندي الأماكن اللي حيطلع عليها زي ما انتم شايفين، حيطلع على الفيسبوك، حيطلع على التويتش، على تويتر والإنستغرام. وهون عندي جو لايف، شايفين هالبالزاوية؟ قبل الحلقة بتروح عليها. هلأ حنحكي عنها بس لسه خليني أشرح لكم شو بدك تسوي قبل الحلقة. قبل الحلقة دخلت أنت، أوب سوري، أنا هون جايبين شايفيني بالستوديو تحت، وفي بكون ضيفك معك، بكون واحد تاني معك، ثلاثة بتكون أو اثنين أو whatever، أوكي. في ال... هون الكومنتس، الكومنتس هذه اللي هي أول واحدة شايفينها كومنتس. أي اللي هي عبارة عن شو بكتبوا الجمهور وانت لايف. كيف تحطها على الشاشة؟ سهل جدا، بس بتمرر الكرسر عليها شو وهايد، شو ضغط عليها انتهى الموضوع. أعطينا مثال هون، بانر، بانر هاي البانرز اللي انت بدك تسويها. البانرز هاي عبارة عن العنوان تبع الحلقة. خلينا نسوي بانر جديد تحت، شايفينه كرييت بانر، كرييت بانر، تضغط عليها راح يطلع لك مكان تكتب مثلا حلقة تدريبية، مثلا تدريبية، وبتضغط عليها صار عندي بانر اسمه حلقة تدريبية. بعمل له شو بيطلع عندي بالمكان هذا، بعمل له هايد بروح من عندي. هون بقدر اعمل له ايديت حلقه تدريبيه اولى مثلا، اوكي، او whatever، اوكي صارت اولى حلقه تدريبيه، بقدر الغيه، بقدر الغيه، اوكي. طيب في شغله ثانيه هاي، اوب سوري، هاي اللي شايفينها تحت اللي بتمشي البار اللي انت بتحطه هاي، هذا مفروض أنا حاطط اثنين هون جاهزين، الأول رأي الضيوف والثاني بس الهاي. بس كيف تسووه؟ بالمختصر بتروح على البانر تكتب اللي بدك إياه أنت، أوكي، وتحت شايف في scroll bottom، scroll across the bottom، أوكي، بتضغط عليه بصير هو اللي يمشي تحت، شايفينه؟ بشيله برضو بنفس الطريقة، بحطه وبشيله. أنا هلأ أول حلقة تدريبية بحطه وبشيله. هلا بدي ألغيه نهائيا، بعمل له ديليت. واضح؟ تمام. هذه في البانرز. فالبانرز هاي انت بتحضرها قبل الحلقة. هلا بنروح على البراندز. البراندز في عندك الألوان، ألوان تقدر تضغط عليها وتغير الألوان اللي بتطلع على، خلينا احط البانر بس عشان تشوفوا كيف بتغير كل شيء. الألوان بقدر، شايفين، اغير مثلا بدي اسويها احمر، بدي اسويها بنفسجي، خلص بس تختارها بانتهى. هون الثيم عندك، طلعوا على الشاشه، طلعوا كيف صارت هاي كبيره، هاي اسود هيك صغيره، هاي زي بابل على حجم الهاي، وهاي بلوك. هدول ثيمز بس كيف بتتغير. اللوجوز عاده احنا بنختار اللوجو هذا، في اثنين لوجوز عندنا حسب المكان. مثلا اذا رحت على كنار زي ما انت شايف، سوري، البراند فوق، عفوا، شايف فوق في عده براند زي ما انت شايفها. لكل برنامج تقريبا، مثلا هشام عنده السياسه والتكنولوجيا، بيقدر يغير هو الثيم البراند تبعه، لونه مثلا احمر غامق على حسب كنار ويحفظه. بس لو بتروح على كنار اللون ازرق، فكل ثيم، كل واحد حسب الثيم اللي بحبه. مثلا محمد انت برنامجك في كنار، اوكي، هلا حكي لك شو هو. طيب اجين هذول اللوجوز، ها
هذه overlay هاي بتكون فوق الحلقة دائما هاي موجودة. إذا بدك تحطها، إذا ما بدك تحطها ما حدا مجبرك. إذا ما بدك تحط بس بتضغط عليها بتروح، بضل اللوجو موجود. هلا الفيديو كليب هدول اللي بنبدأ فيهم بننتهي فيهم، أوكي؟ أوكي. الفيديو كليب هدول اللي بننتهي فيهم بنبدأ فيهم. لاحظين أنتوا عندنا مثلا كنار برومو، بس اضغط عليه بيلعب لحاله، بس بيلعب لحاله يعني هو. أيوه. أوكي. ما في أي واحد برومو هدول مثلا 1 2 3، بس لازم تكون عارف شو البرومو بدك تلعبه. مثلا هذا برومو، هذا دعاية مثلا لإسلاميك ريليف، هذا فاير وورك، فبدك تكون عارف شو البرومو بدك تلعبه أول الحلقة. أوكي. في عدة بروموهات، فيديوهات قصيرة بتكون. إذا عندك برومو خاص فيك أو فيديو بدك تلعبه في الحلقة تقدر تضيفه هون عادي، بتختار الفيديو اللي بدك إياه مثلا السنة الهجرية وريفر وبتضيفه عادي، بحمله تحميل عادي، بس لازم يكون قصير طبعا. طبعا. أوكي. الآن الباك جراوند اللي هي خلفية الشاشة، هاي اللي هي خلفيتنا، بتكون خلفية ورا المذيع. أوكي. لما يكونوا اثنين مذيعين بتبين، لما يكون واحد لحاله ما بتبين، زي ما انت شايفين أنا لحالي على الفاضي الخلفية. عادة احنا بنستخدم خلفية كنار، في شوية خلفيات حاطينهم. اذا بدك تضيف خلفية ممكن هون تضيف خلفية بكل سهولة. هاي بكل سهولة بدي اضيف خلفية اللحمة، هاي الخلفية صارت ورانا لحمة. اوكي. بدي اعملها هايد بتروح، بدي الغيها بس بعملها ديليت وانتهى الموضوع، وبرجع على الخلفية تبعتي. هذا في البانر. البانر ايمتى بتحتاجه؟ اول الحلقة بتجهز الخلفية، بتجهز الفيديو اللي بدك تضغط عليه، وبتجهز اللوجو وخلص كله تمام، واللون والثيم وانتهى الموضوع. البانرز برضو بتجهزهم قبل الحلقة عشان تقدر تضغط عليهم قبل الحلقة. طيب هذا البرايفت شات، هذا عبارة عن شات بينك وبين ضيفك، يعني ما بيشوفوا الجمهور، بينك وبين ضيفك. السيتنج هاي ما تلعبوا فيها، ما فيها تغيير، حورجيكوا السيتنج من تحت بكل سهولة. هذه الشغلات اللي موجودة هون. خلينا هلأ نشوف الشغلات اللي موجودة في أسفل البانرز هاي. أوكي. ميوت هاي عشان تلغي صوتك الخاص، مش صوت الضيف، صوتك. ستوب كام هاي عشان تلغي الكاميرا تبعتك. طلعوا شو اللي صار، هيك في كاميرا وهيك ما في كاميرا، ملاحظين؟ هذه إذا تلغي كاميرا. الكام والمايك سيتنج هذه مهمة جدا. جنرالي هذه إذا عندك أكثر من مايك، عندك كاميرات فيها هاي ديفينيشن ولو ديفينيشن، أنت بتختار بدك إياه. الكاميرا بتقدر تختار، أنا عندي مثلا 3 كاميرات، تختار الكاميرا بدك إياها. الأوديو برضو أنا عندي مايكروفون ومثلا تبع الكمبيوتر، تختار بدك إياه، هذه اللي أنت بدك إياه. جرين سكرين هاي إذا عندك جرين سكرين، للأسف ستريم يارد مش زي الشركات الثانية هدول اللي بدون جرين سكرين، لازم يكون عندك شاشة خضراء وراك عشان تقدر تغير السكرين. هلا هون في احنا حاطين اكثر من واحدة، اجين تقدر تغير زي ما بدك. بدي احط هاي وانت يعني بتقدر تضيف كمان، تقدر تعمل ابلود لانه احنا عندنا اكاونت مدفوع. هلا احيانا بتكون الصوره مش واضحه كتير، فهون لانه صغيره بتقدر تعمل تغير الفيد، هذا تلعب بالفيد شوي عشان تشوف الاضاءه كيف، حسب الاضاءه يعني. انا اذا حسنت الاضاءه بتحسن الصوره. وهون اذا عندك بلو سكرين او جرين سكرين، عاده احنا بنحبذ الجرين احسن واسهل. اوكي. هذا موضوع الجرين سكرين. الجيستس هون هذه شغلات هدول الناس الممنوعين، مش عارف. طيب هدول هشيلهم. جيست
must authenticate. اوكي يمكن نشيلها. Play a sound when a guest enter. هاي شغلات هذه ما بدك شيء. اهم شيء اذا عندك green screen بدك الجرين سكرين والشغلات هاي الثانيه. طيب هذه الثانيه. الثالثه هاي الشير سكرين، هاي مهمه جدا. والرابعه هاي اذا انت كنت جوا الاستوديو تقدر تعمل انفايت نفس الطريقه كوبي وتبعت لضيفك. هاي اذا تطلع من الاستوديو نهائيا زي ما انتم شايفين طلعت انا من الاستوديو بس ضغطت عليها. نرجع للحوم الحمراء، نرجع ندخل على الاستوديو اورجيكم كيف نعمل الشير سكرين. طيب شير سكرين تضغط على هاي اللي تحت شايفينها، في عندك تو اوبشنز، في فيديو وفي شير سكرين. فيديو هاي عادي بتحمل فيديو من عندك على الكمبيوتر، مثلا بدي احمل هاي الخاص مثلا هذا الفيديو شايفينه طلع عندي الفيديو انا مجهزه، بقدر احرك مثلا بدي على الدقيقه شايفينه تحت دقيقه مثلا 23 24 هيا كبرها شويه زي ما بدك. تقدر تعمل له ميوت، تقدر تنزل الصوت تعلي الصوت زي ما بدك. وهون تقدر تغير النيم، تقدر تشيله نهائيا من الاستوديو. أجين أنا مثلا درجعه من الحلقة الأولى، هلا حورجيكم كيف بدخله على الاستوديو. وبقدر كمان بنفس الوقت أعمل سكرين للشغلات هاي. اللي اشتغل على زوم بيعرف كيف يشتغل على هاي الشغلة. أنا عندي مثلا تو سكرينز لأنه عندي شاشتين ربطهم. عادة بكون عندك واحدة، تقدر تعمل سكرين، تقدر تعمل لبرنامج مثلا هذا برنامج صور، أنا حاطط صورة بدك تورجي الصور، خلينا نورجي كيف الصور مثلا، بس تضغط عليه وبعدين بتروح على شير زي ما انت شايفين طلعت الصورة. إذا بدي أتحكم بالصور عادي بتروح على البرنامج نفسه اللي انت بتشتغل عليه، هاي البرنامج اللي أنا شغال عليه شايفينه، وبروح على يمين شمال بكبر الصورة بصغر الصورة على البرنامج مش على الستريميار. اوكي زي ما انت شايفين الصورة تغيرت. بدي اشيله من العرض. انتوا معايا؟ معاك معاك. يا بدي اشيله من العرض بس ما اعمل له ريموف، بطل حدا يشوفه. مثلا هاي انا هيك هاي العرض اوكي، وانا بدي ارجع لحالي برجع بعمل له ريموف بدخله زي ما بدي. هلا احكي لكم عن هاي الخاصيه. طيب بدي اعمل شير ل شير سكرين ل لايد لتاب. هلا اذا انت شغال على كروم، انا شغال على ايدج بيطلع لي مايكروسوفت ايدج تاب، اذا بدي شغال على كروم اخر وحده بيطلع لك كروم تاب. بدي مثلا اعمل معكم شير الفيسبوك تبعي اوكي. هلا اذا الفيسبوك بدي العب فيه فيديو لازم احط شير اوديو. خليني احكي لك اعمل يوتيوب، اي شغله يوتيوب يمكن هذه احسن شغله ممكن. مثلا اوكي زي ما انت شفت اول ما فتحت يوتيوب طلعت لي هون يوتيوب من مساء الخير، لانه اليوتيوب هذا فيه اوديو زي ما هاي لازم تنتبه عليها. اذا فيه اوديو لازم تحط الشحطه هاي اللي تحت لانه ما حيسمعوا الجمهور الاوديو. زي ما انتم شايفين وداني على صفحه اليوتيوب اوكي. افضل شيء اعمله فول سكرين عشان الناس تشوف الصوره كامله بدون البانرز اللي قدام فوق تحت. هلا بتشوفوها فول سكرين وبعمل لها بلاي شايفين، بشيل الهاي ملاحظين انتو فول سكرين اكنه انا طالع معهم. هلا بدي اشيله عادي بشيله ببطل ال هذا.
فموضوع الشير سكرين سهل جدا، بس من تحت هون زي زي باقي ال ال ال, ال شو اسمه البلاتفورمز تبعون هذا اللي بيعرف يشتغل عليهم بيشتغل عليهم بكل سهوله. المهم بس شير اوديو هاي تنتبهوا لها لانه مهمه جدا. طيب الان هون تحت في شغلات مهمه زي ما انتم شايفينها، في واحد هاي مثلا خلينا نوقف هاي. اوكي هاي لازم يكونوا ضيفين. طيب انا حورجيكو هون. طيب معلش لا صعب. طيب مش عارف كيف ادخل بشخصية تانية انا. طيب خليني اورجيكو الاول اشي هدول الثلاثة. هاي اذا بدي بس الفيديو او اللي انا عامل له شير يلعب، هاي انا او الضيوف كلهم، الضيوف كلهم والفيديو اللي عم بيشتغل اوكي، او whatever you share صورة اللي هو شير سكرين، هاي المربع الطويل المستطيل معناها شير سكرين، هاي المقدم زائد انا مخربطكم لانه هون صورتي وصورتي فانا ام سوري. خليني اختار فيديو تاني مثلا او شغله ثانيه مثلا فيسبوك. اوكي خلينا نختار فيسبوك. يس انا دخلت معك من الموبايل اذا بدك تجرب. او اذا دخلت معي من الموبايل ممتاز، ادخل معي على دخلت على هذا على هذا الاستوديو بس لا تدخل على اللحوم الحمراء. حبعت لك هلا انفايت عشان تقدر ماشي. تجرب هذا لانه لازم يكون اثنين. ادخل من الموبايل على هذا اللحوم الحمراء. طيب هاي اللي بفوت عليه لحظه. يا ممتاز دخل بكون سهل علينا. هاي لا عرفت عرفت دعيه بس عم بفوت. اوكي طيب هلا نشوف شو بصير هون. هون عندنا ثلاث اربع خمس شغلات تحت. اول وحده بس انا بكون موجود في الفيديو اوكي اللي هو الضيف المقدم. هون كل اللي انا بدخلهم، هلا انا مدخل ثلاثه اربعه بكونوا كلهم موجودين بس ايش فول سكرين، فيش خلفية. ملاحظ الخلفية بسيطة بينهم حز هون، وهذا اللي احنا بنحبه اللي هو بكون في لما يكونوا اثنين بكون فري كويس، لما يكونوا ثلاثة بكون الثالث هون تحت اوكي، ولما يكونوا اربعة بتكون الشاشة مقسمة 1 2 3 4 وبكل سهولة زي ما انت ملاحظ. مثلا انا حاطط البانرز ما بسكر عليهم ولكن بتروح اسماءهم. لاحظت لما بحط البانر بتروح الاسماء، لاحظتها؟ اه اوكي. طيب مثلا احط هذا مثلا خارج المألوف زي ما انت شايف راحت الاسماء. اذا بدي اخلي الاسماء بتصير هيك، واذا برضو حطيت كومنت برضو بتروح الاسماء اوكي. اي بانر بنحط بتروح الاسماء، اما هيك بتكون الاسماء مود. طيب هلا هذا الثالث اللي هو ايش بكون اللي على الشمال كبير واللي على اليمين صغير. طيب انا ما بدي اكون انا صاحب انا المقدم، مش لازم اكون هيك، فعاده بحط دائما الضيف على شمال. تقدر بس تعمل له دروب، بس عادي بتشيله وبتعمل له دروب بكل سهوله. هلا هو دائما الاساسي وانا بدخل برجع على هذا، بروح بهذا، هذا هو بيحكي اوكي، بقدر اخليه برضه هو الاساس دائما اوكي، او اذا انا بدي اشرب ميه او اريح حالي بعدين برجع مثلا لهاي او برجع لهاي زي ما بدي. هاي اذا في عندنا شير سكرين مثلا، هاي الشير سكرين هاي اللي هو بكون اول واحد صورته زائد السكرين صغيره، هاي احنا كل الضيوف بكونوا هون والسكرين اكبر
وهاي بس الشير سكرين موجودة على الشاشة. يعني هاي آخر ثلاثة بتتحكم إذا عندك شير سكرين، أوكي؟ وأول أربعة بتتحكم أنت وضيوفك في الأوبشن. هلأ أنا أنتوا عندكم آدمين، فأي وقت تدخل تقدر تعمل لك ستوديو وتقدر تتحكم فيه، وبعد ما تخلص الغيه عشان ما يخربط حدا فيه. طيب هلأ هون إذا أنتم ملاحظين في ثلاث نقاط عند هشام فوق، أوكي؟ حاطط اسمه، بقدر أعمل له remove from studio، بشيل هشام من الاستوديو، شفت؟ أوكي؟ هذه ما بتبين وأنا بعمل لايف، ما بتبين شو اللي عم بسوي، بتبين إنه خليني بس أحط هشام أساس. بقدر أعمل له unmute، هو عامل لحاله mute، بقدر أعمل له unmute طبعاً لأنه هو اللي عامل unmute، أنا ما بقدر أعمل له unmute، لازم هو يعمل. بس إذا أنا عملت له هشام اعمل unmute هون، أما عشان صار الصوت يعصي صدى عشان هيك يا بس أنا هلأ على السريع أنا عملت له unmute زي ما شفت. هلأ تحت هورجيكم شو الخيارات اللي موجودة. هاي هشام، إذا اجيت عليه هون بقدر أعمل له remove و add to stream. عادة بس يدخل ضيفك، أوكي، بكون تحت في اسمها backstage، ما حدا بشوفه ولا حدا بسمعه إلا أنت، فأنت بتعمل له add to stream. تقدر تعمل له mute و unmute، أوكي، إذا بتشوف ضجة. تقدر تغير النيم تبعه، هشام قدومي بدي أغير مثلا دكتور، بدي أحط DR بالعربي، بعملها سيف، تغيرت دايركت. احيانا الواحد بدخل باسم زوجته او باكاونت زوجته، كيك اوت فروم ستوديو، هذا بطلعه برا الاستوديو، مثلا خلص دوره بقول له شكرا لك، عشان ما يضل ما هو عارف شو بده يصير، بعمل له كيك اوت فروم ستوديو، كيك فروم ستوديو. وهون بان ما بقدر يرجع يدخل. هلا كيك فروم ستوديو ممكن يرجع يدخل، بس بان خلص ما بقدر يدخل. في مره صارت معي كان اطفال وضلوا يرجع الولد يدخل، وأنا خلصت منه، يعني عندي 7 أطفال بالاستوديو، فعملت له بان. فهذه حالات نادرة بتستخدمها، بس عادة بس الكبار ما عندك مشكلة فيهم. طيب أهم شيء تعرف تتحكم add وto remove، أوكي؟ طيب وأنت نفس الشيء راح يكون عندك add وremove from studio، يعني عندك برضو عندك هون add وremove، تقدر تغير اسمك، تقدر تغير اسمك، تقدر تغير الاوديو افاتار والمايك والهاي، بس يعني شغلات بسيطه. اوكي خلينا نشوف كيف بدنا نبدا الاستوديو، نبدا الحلقه. الان الحلقه جاهزه، جهزنا بانر لها، اوكي هيو جاهز، بشيله. واول شغله بس احكيها، بقول لضيفي انا هحطك في الباك ستيج، فما تقلق، اول ما اقدمك هتكون انت داخل، حدخلك انا. اهم شيء تذكروا انه يطفي الموبايل، يشرب مي او يكون عنده كاسة مي، يروح على الحمام قبل الحلقة لانه ممكن بالحلقة يحتاج. هاي الشغلات البسيطة النويز، فبطلعه برا الاستوديو، بطلع نفسي برا الاستوديو، وبطلع اي شير سكرين بس هيك تكون بيضاء، مش مشكلة السكرول هذا. بروح على البراند، بتأكد انه انا براندي جاهز او اولى الحلقات البانر، وبروح على البراند. بدي انا ابدا في البراند مثلا، اوه انا داخل على تمين، سوري، بدي اروح على مثلا براند اللي هو هذا مثلا براند 2، انا عارفه هو هذا اللي بدي العبه موسيقى البداية والنهاية. هلا بضغط على جو لايف، بقول لي are you sure بدك تكون live، بضغط yes، اوكي. بصير عندي هون عداد، باخذ 2-3 seconds، بصير عندي هون بالزاويه محل ما هو سكادجول، شايف وين سكادجول، بصير في عندي سوري انا طلعت من ال اوكي، وين بصير هون سكادجول، بصير في عداد. اول ما تشوف العداد تكون انت هون، سوري، مجهز البرومو تبعك. مثلا احنا حكينا برومو 3، اول ما تشوف العداد لعب تضغط على البرومو،
هلا بهذا الوقت انت بتدخل حالك في الاستوديو، شفتوا كيف اضفت حالي؟ هلا شوفوا شو حيصير. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع. بدأت الحلقة، طبعا انا مش عم بطلع لايف لانه بدي ارحب بجمهوري و و و، والان انه عنا راح يكون ضيفنا الدكتور هشام قدومي. اهلا وسهلا فيك دكتور هشام، دخلته شفتوا كيف، بس ضغطت تحت هون دخلت الدكتور هشام. هلا بدي اشيله بنفس الطريق. اوكي، بنهايه الحلقه، بنهايه الحلقه شكرا لكم على حضوركم حلقتنا على كنار تي في، وبضغط البرومو. اول شغله بروح بشيل الضيف وبشيل حالي وبروح على هون، بتكون هي اند برودكاست، بتصير حمراء، بضغط عليها بقول لي ار يو شور يو وانت تو اند برودكاست، بقول له يس. فهمتني كيف؟ بس بتصير حمراء هون وهي شغاله. فهو الموضوع بس هون جو لايف بقول لك يس، تضغط عليها، واند برودكاست تضغط عليها. بس اهم شيء تتذكر الشغلات الاساسيه، تكون محضر كل شيء جاهز، تشيل حالك وتشيل الضيف، تلعب البرومو، عيدهم مرة تانية، حضر البانر، حضر البراند اللي بدك تحضر الفيديو، أوكي؟ بعدين شيل حالك وشيل الضيف، بتروح على Go Live، تضغط عليها مرتين، أول ما تشوف العداد تلعب البرومو تبعك. بهذا الوقت بتدخل حالك، بترحب بجمهورك، بعدين بتدخل ضيفك. لما بدك تنهي بكل سهولة بتروح على Go Live، على شو اسمه End Stream End Broadcast بسموها، تكون حمراء هون، بتصير نفسها الزرقة هاي بتصير حمراء، بتقول له يس، بتسكر البرودكاست. سلامة سلمة. طيب هذا تقريبا كل شيء. في عندكم أسئلة هون؟ ما في أسئلة؟ محمد في أسئلة؟ لا good. طيب so far so good. Again إحنا تقريبا أنهينا ال في شيء هون. هاي البرامج اللي إحنا شغالين عليها، مثلا برامجي أنا موجودة كلها تحت اسمي، كل واحد بيعرف مثلا سياسة التكنولوجيا هدول تبعون هشام، كل واحد تقريبا بيعرف وين هو بدخل. فإذا دخلت على مكان تاني بالغلط ما في مشكلة، بس ما حيطلع لك البرومو تبعك. مثلا في سوكر هون طلعوا شو بيطلعوا البروموز تبعون سوكر، في مثلا تميمي بيطلعوا برومو بيختلفوا نهائيا عن البرومو اللي موجودة مثلا عندي. فكل كل بانرز هذا فيها، بس عشان تنتبهوا. بيزيكلي دان، انا هلا خلصت التدريب. هخليكم كيف تقدروا تعملوا تنزيل. طيب سوري، خلصت انا الحلقه وخلصت كل شيء وحكيت لضيفي شكرا لك ويعطيك الف عافيه. الضيف طلع بقى وعملت له انا مثلا كيك فروم ذا ستوديو، خلاص شكرا له، كيك فروم دكتور هشام، وانهينا الحلقه. بروح على البطه اللي فوق زي ما انتم شايفين، اوكي هيك برجع للصفحه الرئيسيه باس برودكاست، مفروض يصير عندي البرودكاست هذا اللي شوف شو بسوي، بدي انزله اليوم، بعمل له داونلود ريكوردينج وبنزله، فبصير عندي نازل هون. اوكي هلا بكل سهوله بدي انهي البرودكاست اللي انا هلا فيه وانا بسجله انا وياه.